ريتما الإخوان يطلعوا معنا. إذا مشاهدينا متتبعينا الصفحة الرسمية شوف تي في أون ديريكت، نجدد الترحاب بكم في بث آخر من مدينة فاس. معنا واحد السيدة اللي مثلها الرجل، هذه مدة ثلاث سنوات ونصف، خلالها وليد وكتعاني في صمت، هي حالة إنسانية جد مؤثرة. نخليكم مع هذه السيدة. واخا اختي احكي لنا القصة ديالك، شنو المشكل اللي عندك؟ أنا مثل الرجل ديال هذه شي 3 سنين هذه ونص، ومنين ما صافي دمرت صافي، ما بقاش عندي حتى شي حاجه، صافي ما بقيتش ما كيقبلوني لا في خدمه لا والو، على حساب ولدي مادام ما عنديش باش نخلص ليه كرا لا والو، ولدي ما عنديش مع من نخليه، فين ما كنمشي نخدم في الضياف كيقولوا لي ولدك ما نقبلوش. ودابا كنطلب منكم ومن محسن الله يرحمكم الوالدين شوفوا من حالي بحال هاد الوليد. واخا عاودي لنا الحياه ديالك ملي مات راجلك، عاد انقلبت راسا على قبه، عاودي لنا الحكايه من ملي مات راجلك لدابا، عاودي لنا شنو مريتي به، شنو هي الازمه اللي مريتي بها، شنو الصعاب اللي مريتي بها؟ جميع الحوايج كيجي شي موسم هكا ما كان يعني حتى شي حاجه، ما كنصيب مفرق قدامي، العيد حتى ما كانش جواد فرضوا لي وشراوا لي العيد، ما صبتش باش نعيد، جميع الحوايج ما كنت كنرفض الرحل ديالي من هنا ما كنصيبش ما نخلص الكرا، مالي الدار ما كيرحمونيش كيقولوا لي خلص الكرا ولا جمع حوايج وخرج. ياه عاد جيت عند هاد المراه مسكينه كسر خيرها الله يخلف عليها، هي اللي شويه رحمتني ونقصت لي شويه من الكرا، يعني هي ما كتكرش بهذا الثمن هذا، ولكن هي قالت لي بنتي دابا انا، ولكن مره اخرى شوف راسك. فهمتك. ومنين كتصرفي اختي؟ ما خدامه والو، منين كتصرفي؟ هذيك 7000 ريال اللي عاطينا سيدي، 7000 ريال ديال الاراميل. ديال الاراميل هي اللي منها كتصرفي؟ هي اللي كنصرف منها، كنبقى نجبد فيها حتى كيجي الشهر، كنخلص بها الموضو كتجيني 3400 3200 ريال الموضو، والبقيه كنبقى كنقص بها، وجوات كل واحد هما كيعطيني، كيعطيني شي كيعطيني خضيره شي كيعطيني، كل واحد هما شي حاجه اللي قسم الله بها شي حاجه كيعطيها لي. ما حاولتيش تمشي تخدمي شي حاجه ديري؟ ولا حاولت جمع المحاوله والو، انا عاد ضربت كسيده، ضربت كسيده ديك هادي شي تقريبا راه ما جاش 6 شهور وباقا كنعاني من رجلي. ما كتقديش تحركي؟ لا رجلي صافي دابا رجلي بحال اللي ميت، ما كنقدرش نتحرك به. فهمتك. وبالنسبه ملي كتمشي تخدمي على واش ما كتلقاش الخدمه ولا شنو؟ لا دا على حساب ولدي. دابا ما كيخليوكش تخدمي حيت عندك وليد؟ على حساب ولدي. دابا في الشركات ما يقبلونيش انا في الشركات، ما يمكنش غيقبلوني انا في الشركات، ملي كنمشي للديار نمشي نخمل هكذا ولا شي حاجه كيعيطوا لي، ملي كنمشي بولدي يقولوا لي لا، كنرجع كنبكي، كنرجع هكذا كنبكي، كنرجع هكذا كنبكي، كنجي في الطوبيس كنبكي. ذات مره واحد الخطره المدو كره طلعت على رجلي ورمضه وكنبكي، بقيت مديت رجلي للارض بقيت كنقول علاش ربي انا بحال هكذا، واحد الراجل قال لي انت رد امرك لله، والله تعالى وتبارك هو اللي باش يعطيك، علاش كتبكي؟ شحال من حوايج شحال من حوايج يعني كنوفر، ما كنبغيش يتوفروا لي فول، كان ليا نعمل الامكانيه ما كنت دابا انت ملي كتكوني ماشيه للخدمه ضروري كدي ولدك معاك؟ ضروري، ما يمكنليش، ما عنديش مع من نخلي، ما كاين حتى واحد. حيت هو معلق بيا بزاف ما يقدرش، هو دابا غير كثر خيركم نتوما طالعين، هو جا حدايا وقال لي انا ما نمشيش، جا حدايا وجلس، ما يمكنش يتفرق عليا. انت متعلقه به ومتعلقه؟ دابا انا ما نقدرش نسمح بولدي، ما نقدرش بالخصوص، ما نقدرش نسمح بولدي، صافي هو كل شيء عندي في حياتي. ما عندك حتى واحد من العائله تخليه معاه؟ فيا عندي خوتي ما كيفكروش فيا نهائيا، الا عمر من نهار اللي مات راجلي الا عمر صيفطوا لي حتى 1000 ريال باش يعني باش نقوم بهذا الوليد، الكل ما كيفكروش فيا الكل. ما كتقدي تمشي عندهم حتى حاجه؟ لا ما كنمشيش يعني صافي، ما كي هما ما كيعطيونيش صافي، انا ما حتى انا ما كنمشيش عندهم ما كان. وهاد البلاصه هادي كيفاش كريتي؟ هاد البلاصه اللي جالسه فيها انت هنا، شفنا انك عندك بيت فيه كوزينه فيه كلشي، كيفاش كريتي هاد البلاصه هادي؟ على قد الحزين. هي شنو واش من ديك 7000 ريال اللي كتاخذي ولا كيفاش كريتها؟ لا انا قلت لك انا ديك الشهور اللي كان محبس لي ديال الخرطه ديال ولدي ما كانش كيجوزوها لي، ملي نحبسوا لي ديك الشهور جمعت لي شي بركه، ملي جمعت لي شي بركه مشيت سبت دايزه لي 36، قالوا لي هاكا انت راه دايزه لك 36 حيت ديك الشهور اللي كانوا محبسين لك ولدك. من جيت زدت عليها 4000، الجواد فرضوا لي زادوا لي 4000 ريال، وكملت 40000 ريال وكريت في 6 شهور، دابا 6 شهور باش تكمل، باقي لي غير شهر.
دابا غزالك هنا غير شهر. غير شهر ما عنديش. ومن بعد تخرجي. اه ضروري خصني نخرج. وفين غتمشي؟ والله ما فهمت راسي فين بنخرج. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا السيدة هذه كتعاني في صمت مسكينة، حتى الخدمة ملي كتبغي تمشي تخدم حتى واحد ما كيبغي يقبلها على حساب عندها وليد، تيقول لها لا ما خصنيش، أنت عندك ولد ما يمكنش. هي كتبغي غير تمشي تصب الناس ولا تسيق الناس ولا تخمل لهم، ما كيقبلوهاش على حساب الوليد. وهي دابا مسكينة كتعاني في صمتها كما كتشاهدوا معنا كتعاني. قالت لك هي هذا البيت هذا راه تجمعت لها بحرا ديك 7000 ريال ديال الأرامل تجمعت لها، وملي مشات لقات ان عندها 36000 ريال، جاو من المحسنين عاونوها ب 4000 وكرات هنا 6 شهور. دابا 6 شهور مازال لها شهر وغادي تسالى ديك 6 شهور مازال لها شهر. اذا هاد السيده مسكينه كتفكر فين تمشي، عارفه حاسه براسها بحال اللي غتخرج الزنقه باش هي تاثرت ونهضت بكات. ما تبكيش معنا اختي ما تبكيش. ما نقدرش ولدي تشرف في الزنقه ما نقدر. انا اصلا ماشي ما مولفاش اني باغي الزنقه ولا شي حاجه. الا قلت انا الزنقه نقدر ما يمكنش انا نخرج للزنقه. الا خرجت للزنقه غندمر حياتي بالدمر، حيت من صغري وانا مولفاش يعني كنخرج للزنقه ولا يعني كن لا. دابا ولدي انا ما بغيتوش يعيش يعني في الزنقه او يتعلم لي شي حاجه في الزنقه. انا خصني كنطلب من المحسنين ومنكم الله يجازيكم بخير ويرحم لكم الوالدين اذا ما شافوا حاجه بحال هاد الوليد. كنطلب من واخا غير بويت نستقروا انا وولدي، غير بويت كنطلب من الله يرحم لكم الوالدين. دابا ملي كتفكري ان النهار اللي تسالى الكرا هنايا كتفكري فيه؟ ما كنعاش اقسم لك يا بالله ما كنعس، اقسم لك يا بالله حتى جوج الليل وانا جالسه شي على الضو جالسه، وملي كندخل كنعس ولدي ونجلس انا كنبكي على خدي حيت ملي كيشوفني هو كيقول لي علاش ماما كتبكي؟ كيقول لي ماما واش كتبكي على بابا ميت؟ هاد الولد بقى كيعرف باه ميت، كيقول لي ماما واش كتبكي على بابا ميت؟ كنقول له لا وليدي ما كنبكيش، كيقول لي لا ماما ما تبكيش، هو ناعس وانا فوق راسو كنبكي. خصني حيت لي ما تخرج ما يرحمونيش حتى واحد ما يرحمنيش. شمكاره راك عارف، راك عارف الزنقه شنو فيها. ما يرحموني لا انا ولا ولدي. اكيد اختي اكيد. نتمنى ان شاء الله نتمنى ان شاء الله السميع العليم الناس تشوف من حالك، ونتمنى من المحسنين حتى هما يشوفوا من هذه السيده هذه. واللي بغى يدير الخير ها هو الخير، ها فين دير الخير، ها الناس الفقراء ها الضعفاء اللي ما عندهمش، راه النمره ديالها حنا حاطينها، اللي بغى يتصل بها يتعاون مع هاد السيده هادي راه عندها وليد، راه ما كتلقى مين تصرف بحرا. الناس قالت كيعاونوها الجيران والمحسنين، عاونوها المحسنين الله يجازيكم بخير، عاونوا هاد السيده هادي. اختي كلمه اخيره شنو يمكن لك تقول للمشاهدين؟ كنطلب من الله يرحم من الوالدين، وكنطلب منكم ومن المحسنين الله يجازيهم بخير، وجعل ربي يوقف معاهم يوقفوا معايا، ما يخليوش هاد الوليد يتجرد في الزنقه ويدور في الزنقه. كنجازيهم الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين وجعل ربي يوقف معاهم. امين يا ربي. شكرا ربي يوقف معاكم. شكرا اختي تنتي يا ربي يوقف معاك. لو وقفتوا معايا في هذه الحزه الله يجعل ربي يوقف معاكم، الله يجازيكم بخير. لا حول ولا قوه الا بالله. شكرا اختي. شكرا اختي. اذا مشاهدينا ومتابعينا الصفحه الرسميه تشوف تي في اون ديريكت، هاد السيده مسكينه كتعاني، ما عندها ما تصرف، ما عندها ما تاكل، راه النهار اللي مات لها راجلها تقلبت عليها الدنيا، ما بقاتش كتعرف فين تمشي ولا فين تجي. ما لحنين الله رحيم بحراي المساكن الناس هنا الجيران ديالها هما اللي كيعاونوها، ديك الشيء اللي قدرهم الله. الله يجازيكم بخير المحسنين اللي بغى يدير الخير، ها الناس فين ديروا الخير، ها النمره ديالها كاينه في العنوان، اللي بغى يتواصل معها راه نمرتها هذيك تواصلوا معها، واللي بغى يعاونها الله يجازيكم بخير. كنت مباشره من فاس مع شوف تي في اون ديريكت. السلام عليكم.